أعلن حزب الله استهداف عدد من المواقع العسكرية وتجمعات لقوات الاحتلال وألياته بعدد من المناطق بشمال إسرائيل والمناطق المحتلة من جنوب لبنان. وأعلن الحزب استهداف قاعدة طيرة الكرمال العسكرية جنوب حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية، مؤكدا أنه أصاب أهدافها بدقة. كما أعلن أنه استهدف للمرة الثانية تجمعا لقوات الاحتلال عند أطراف بلدة الخيام. هذا وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسيرة انفجرت في مصنع لإنتاج قطع غيار جوية في المنطقة الصناعية في مستوطنة نهاريا. وأعلن جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في وسط وشمال إسرائيل بسبب صاروخ أرض عبر من لبنان. كما أعلن جيش الاحتلال اعتراض ثلاث مسيرات في منطقة الجليل الغربي أطلقت من لبنان.